حصاد الليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتوالى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيب وزميلتي آلاء أبو الشملة. مساء الخير سعيد، أسعد الله مساءكم بكل خير. الحصاد الإخباري ابتدأ بالعناوين. هاي عندنا مريض طلعناه بالسرير، طلعناه لهنا. شو صار؟ هذه الطوارئ، نوع الطوارئ خارج الخدمة. هذه الطوارئ خارج الخدمة الآن الطوارئ. غزارة الأمطار تكشف زيف الخدمات، وعود فاسدة تفضح الديوانية في ثالث تعطيل للدوام خلال أيام. السوداني يوجه الوزارات كافة بتنفيذ العمل بنظام البطاقة الإلكترونية، ويخاطب وزراءه: أنتظر منكم تقييم المدراء العامين. العراق خارج مؤشر الأمن الغذائي، عراقيون بالملايين تحت خط الفقر العالمي. أغلبها يندرج في المجال الطبي، انتحال الصفات في العراق يتحول إلى تجارة رابحة. بس مسألة التسرب اللي تفضلت به يعني لها أسباب أخرى، يعني عرفت أسباب اجتماعية وقرارات اقتصادية وسياسية، ولذلك يجب أن توضع قوانين. التدخلات السياسية أجرمت بالمستوى التربوي يقول معلمون، ويحملون المحاصصة مسؤولية التراجع. احتجاجات قانون التقاعد تجبر لوفر، إيفل وفرساي على إغلاق أبوابهم في فرنسا، والفوضى سيدة الموقف في باريس. مساء الخير. بعد أن غرقت الشوارع والأزقة والأحياء والمستشفيات، ها هي الديوانية بسبب الأمطار تعطل اليوم الثالث رسميا على التوالي. المحطة الأولى إذن من الديوانية، إذ أعلنت محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي، من أجل مواجهة الفيضانات التي خلفتها مياه الأمطار. ووجه محافظ الديوانية ميثم الشاهد بتعطيل الدوام الرسمي اليوم لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الخدمية منها لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار. كما وجه المحافظ بتعطيل كافة المدارس باستثناء إداراتها. في غضون ذلك، طالبت إدارة الديوانية الحكومة الاتحادية بمحاسبة الشركات المنفذة لمشاريع المجاري في المحافظة بعد غرقها إثر الأمطار الغزيرة. وتداول ناشطون في الديوانية صورا صادمة من إحدى مستشفيات المحافظة بعد غرق قسم الطوارئ بمياه الأمطار وخروجه عن الخدمة تماما بحسب مواطنين في الديوانية. يشار إلى أن أمانة بغداد أرسلت، وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شيع السوداني، 33 آلية لدعم جهود محافظة الديوانية في سحب مياه الأمطار. هاي عندنا مريض طلعناه بالسرير، طلعناه لهنا. شو صار؟ يعني هذا طلعناه بالسرير. بس هذه الطوارئ، نوع الطوارئ خارج الخدمة. هذه الطوارئ خارج الخدمة الآن الطوارئ. هاي الطوارئ طبعا داخل الطوارئ. بس السلام عليكم. شلون صحة؟ الريحة ما تنقبل طبعا. هاي الطوارئ خارج الخدمة بسبب من؟ بسبب مديرية مجاري الديوانية. وحتى رؤوس الأغنام لم تسلم، نفقت العشرات من رؤوس الأغنام في محافظة الديوانية أيضا جراء السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 130 رأس غنم نفقت في ريف ناحية البدير في الديوانية، في حين فقدت الكثير من رؤوس الماشية جراء السيول.
قريب او فتح. انا ما قدرت يا استاذ، ما قدرت. اول وحده تشوف هذا المكان تنوع، ماكو مكان مرتفع بيه واشيلهن. وحد اني وحد ايش اسوي بهالحاله هاي؟ وحد ما اقدر اشيل، هسه شايف النعجه ما تقدر تنشال. فهاي تنوع عنده هاي الطفيلات، انا التهيت بيهم ظليت بأطفالي. الاطفال ظليت انا قلت عمي خلها حلال دون العيال. ظليت الاطفال جاعد من الحالوب، كفيلك الله عنده قمصله حاطه هيك ومشوش عليه عنده هيك فريخات طلعوا. بعد شو اسوي بهالحاله هاي؟ وين الجد وين هم يتعوضون؟ بالجد الله والله بالجد الله. جانا راعين وبيش نعيش هسه احنا؟ بيش لا عندنا راتب كل شيء ما عندنا، بس النعاجات نتنوع لهن. قضت الطحينه بعنا لنا الطحينه جبناها لنا طحينه، قضنا خال جبنا لنا طحينه وخالات بعنا لنا، مين يجيب بعد؟ كل شيء ما عندنا والله، كل شيء ما عندنا دوم. لا النعاجاتنا مثل جان الخضره نقطن بدون ناكل مثل الخضره، كل شيء ما عندنا. هنا لا اقدر اشتغل من رضا ظهورهم دوج عمري جاي ما يقدرون، ما فيهم حيل دوم. هسه صرف ثلاث ايامنا من النعاجات وخبزتهم نوديها ولا ياكلون دوم، ترى النعاجات كل شيء ما عندنا. العراق خارج مؤشر الأمن الغذائي، عراقيون بالملايين تحت خط الفقر العالمي. تحولت شوارع في مركز محافظة صلاح الدين إلى مستنقعات مائية جراء انسداد شبكات الصرف الصحي وفشل الجهات الخدمية في تصريف مياه الأمطار التي سقطت على المحافظة الساعات الماضية. وأقدم الأطفال في حي الديوم في تكريت على السباحة في الشوارع بعد أن غمرتها المياه، فيما طالب الأهالي بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هدر المال على مشاريع خدمية غير قادرة على الصمود بوجه أبسط الظروف الطارئة. والله متونسين الولد هاي بالصيف، بالشتاء يجي الشط يمنا وبالصيف احنا نروح عليه. عافيه شباب، عافيه شباب. المحطه التاليه في الانبار، غرقت منطقه الهرمات في قضاء العمريه بمحافظه الانبار نتيجه السيول التي خلفتها الامطار الغزيره التي هطلت على المحافظه. واظهرت مقاطع مصوره انهيار القناطر في الشارع الذي يربط عمريه الصمود بجسر بزيبز، مما تسبب بغرق البساتين والمزارع بشكل كامل. واطلق مواطنون في المنطقه نداءات استغاثه الى السلطات المحليه لايجاد حلول سريعه ومساعدتهم. السوداني يوجه الوزارات كافة بتنفيذ العمل بنظام البطاقة الإلكترونية ويخاطب وزراءه: أنتظر منكم تقييم المدراء العامين. بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التطورات الأخيرة في العلاقات الإقليمية وخاصة في التفاهم السعودي الإيراني. وذكر بيان أن الجانبين بحثا في اتصال فرص التعاون الاقتصادي الحقيقي والجدي بين العراق والسعودية، مشددين على وجوب تعزيز العلاقات العميقة بين البلدين والشعبين، فضلا عن ضرورة مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية. رسميا أيضا ولكن على الصعيد المحلي، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني وزارة التجارة بمعالجة أي تلكؤ يصاحب عملية توزيع السلات الغذائية الخاصة بشهر رمضان والمواد الغذائية المدعومة. وشدد السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي على عدم تأخر الوزراء كافة في تقييم عمل المديرين العامين العاملين في وزاراتهم، كما وجه الوزارات كافة بتنفيذ العمل بنظام البيع بالبطاقة الإلكترونية. وفي سياق خطط الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد
الخاصة بقيام وزارة التجارة بشراء مادة بيض المائدة من المنتجين الراغبين بالتسويق بموجب عقود مبرمة بينها وبين المنتجين المجازين حصرا. هذا وأوصى مجلس الوزراء العراقي ثلاثاء البرلمان بسحب مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال العائدة إلى أركان النظام السابق. وجاء في بيان لمجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني ما يأتي: أولا، إلغاء اللجنة الخاصة بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق. ثانيا، التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. كما تضمن القرار تولي المتضرر رفع دعوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة. منذ بداية شهر الفضيل ارتفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة اللحوم، والآن جاء دور أسعار الأسماك. ارتفعت أسعار الأسماك في محافظة كربلاء خلال شهر رمضان إلى أكثر من نصف، ويقول مواطنون إن سعر الكيلو ارتفع من 4000 دينار عراقي إلى 8000، مطالبين الجهات المعنية بالسيطرة على الأسواق ونشر مفارز لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية. هسه السوق كله غالي، يعني هسه جيت للسمك، السمك كان ب 4000 ب 5000، هسه الكيلو ب 8000. زين بروح ابوك انا النص هذا صار فوق النص، يعني هسه انا بالنسبه لي انا محصل له 10000، اخذ لي بيها كيلو سمك، الباقي شاخذ للعيال. اجى رمضان احترق السوق، راح رمضان شبعنا. احنا نطلب من الله ومن الدولة بأن تراقب الأسعار وتراقب الناس، لأن يعني الناس كتلها الجوع. عندك المواطن يشتهي برمضان، يشتهي كل شيء يشتهي، عرفت شلون؟ فالسمك هسه حاليا يعني بأسعار غالية، صاعد السمك اي مالت الله يعني، عرفت شلون؟ فهذا عندك المزاليق، هذا كله صيد بحر، وهذا أبو البحر هم يراد له يعني الصيادة، يعني قليل يطلعون، ما يطلعون بكثرة، فلهذا السبب ايش قد يجي؟ يصير يطلعون للبحر، فلنجه لجنتين ثلاثة العفو، فيصير اقبال هواي على السمك، فما يكفي هذا الشيء، يصير السبب اللي ارتفع. يعني شوف اسعار، يعني السمك ب7 6.5 ب7 ريال يقدر يشتري، ب8 حتى ب8. اللحم كان قبل رمضان كان ب10 وب11، هسه ب20 اختلف السعر عن قبل. طبعا ليش ما ادري. خلا المؤشر العالمي للأمن الغذائي من العراق، واقتصر على بلدان معدودة تصدرت المؤشر في تأمين الغذاء والصحة العامة عالميا وعربيا. وبينما سعت الحكومات العراقية إلى توفير الأمن الغذائي للعراقيين، حذر خبراء من استمرار الاعتماد على خطط تتعامل مع الأزمات وقت حدوثها من دون إعداد استراتيجية لمواجهة تحديات المستقبل. حسام الأحبابي يتابع التفاصيل. ليس بتصنيف جديد يخلو من العراق، لكن هذه المرة يتعلق بالغذاء. فقد خلا مؤشر الأمن الغذائي العالمي من العراق لأسباب يقول خبراء إنها تتعلق بعدم القدرة على الحصول على بيانات، الأمر الذي يستدعي بشكل بالغ الأهمية تبني استراتيجية وطنية لقياس 68 مؤشرا للقدرات والإمكانات ومستويات المعيشة والعمل على تحسينها من أجل تحقيق أمن غذائي يسهم في استدامة المجتمع وقدرته على التنمية. بحسب خبراء عراقيين، فإن قياس مؤشر الأمن الغذائي يعتمد على 4 عوامل أساسية، وهي القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، توفر المواد الغذائية، الجودة والسلامة، والاستدامة والتكيف. أما أهم مؤشرات قياس الأمن الغذائي من حيث قياس العوامل اللازمة لاستدامة الدول، فهي التغير في متوسط تكاليف الغذاء، نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي، قياس عدم المساواة في الدخل، وجودة بروتين الغذاء، وحرية التجارة. هذا وحلت فنلندا بالمرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022 الماضي، كما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا.
في حين تذيلت سوريا وهايتي واليمن وسيراليون مؤشر الأمن الغذائي. وبينما أقرت الحكومات العراقية قانونا للأمن الغذائي تعمل على تنفيذه حاليا، إلا أن خبراء ماليين واقتصاديين أكدوا ضرورة أن تغادر حكومات العراق ما أسموها بسياسات رد الفعل التي تعتمد على التفاعل مع الأحداث فقط وقت حدوثها، مؤكدين وجوب الإعداد الاستراتيجي للتحديات المستقبلية وعلى رأسها وأهمها الأمن الغذائي. كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدأ مهام حكومته بالتحرك صوب ملفات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد أن وصلته معلومات مؤكدة عن قضايا فساد كبرى شابت الأمن الغذائي في العراق، أفادت بتقاسم سياسيين وتجار مشاريعه وأمواله. العراق خارج مؤشر الأمن الغذائي، عراقيون بالملايين تحت خط الفقر العالمي. إلى أين يتجه العراق من ناحية الأمن الغذائي؟ هذا السؤال نطرحه على السيد منار العبيدي، رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات. أهلا بك سيد منار، من وجهة نظرك لماذا لم يدرج العراق واسم العراق على هذا المؤشر؟ هل السبب الرئيس هو عدم وجود قاعدة بيانات للأمن الغذائي؟ عدم وضوح لهذا الشأن المهم محليا أم ماذا؟ وما هو التعريف الفعلي للفقر؟ تمام، تحية طيبة لحضراتكم ولمشاهدي قناة الشرقية. يعني حقيقة واحدة من أكبر المشاكل والتحديات اللي نواجهها في العراق هو ضعف البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، وأيضا عدم حقيقة الوثوقية هذه الأرقام لكونها تعتمد على أساليب غير دقيقة وبالتالي تخرج بنتائج غير صحيحة. للأسف موضوع حصر البيانات ومن ضمنها الأمور التي تتعلق بالأمن الغذائي متراجعة جدا، ولا توجد حقيقة أي بيانات واضحة عن ما هي خطط الأمن الغذائي. نسمع دائما بضرورة توفير الأمن الغذائي، ولكن للأسف لا توجد خطط أو استراتيجيات واضحة على مستوى الحكومة وعلى المستوى التشريعي في موضوع ما هي الخطط الحقيقية والاستراتيجيات الحقيقية من أجل توفير أمن غذائي. اليوم نرى أن هناك تذبذبا كبيرا في الأسعار، هناك نسبة تضخم في أسعار المواد الغذائية لعدة أسباب، من ضمنها زيادة الطلب نتيجة شهر رمضان الكريم. أيضا هناك موضوع تغيير سعر صرف الدولار وأزمة الدولار الموجودة التي أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كل هذه العوامل حقيقة لا توجد جهة حكومية تتابع ما هي المخرجات التي ستحدث في المستقبل لموضوع الأمن الغذائي. نحن حقيقة الدولة العراقية تعمل في القدرة، هي تعمل على سياسة رد الفعل. اليوم هناك ارتفاع أسعار، يجب أن تكون هناك إجراءات. اليوم هناك أزمة في موضوع معين، يجب أن تكون هناك إجراءات. لا توجد خطط واضحة، وبالتالي عدم وجود الخطط الواضحة التي تعتمد على أرقام دقيقة يتم استحصالها من داخل الاقتصاد العراقي أو من داخل البيئة العراقية ومن خارج البيئة العراقية ومن الدول المجاورة، للأسف تقودنا دائما إلى أن نكون في طريق لا نعرف إلى أين سيقود، وننتظر إلى أن تحدث الكوارث وتحدث الانفجارات وعندها نبحث عن حلول سريعة. الحلول الجرائية الفقيرة التي حقيقة غادرتها الدول منذ زمن، حقول بعض القرارات مثل دعم بعض المواد الغذائية، دعم بعض الفقرات في البطاقة التموينية، هذه حقيقة قرارات لا تمس الدولة العراقية، هذه أمور فات عليها الزمان وشرب. اليوم يجب أن تكون للدولة العراقية استراتيجية واضحة المعالم لضمان وجود أمن غذائي للجيل الحالي وللأجيال المستقبلة وللأجيال القادمة
هناك مشكلة في موضوع المياه، هناك مشكلة في موضوع البنى التحتية، هناك مشكلة في كمية الاستثمار الزراعي. كل هذه المشاكل موجودة، من أجل حلها والحفاظ على أمن غذائي يجب البدء من اليوم لرسم استراتيجية طويلة المدى والابتعاد عن القرارات الشعبوية والفقيرة والتي لا يمكن أن تصلح الحال، قد تقدم حلول وقتية لمرحلة معينة ولكنها ليس هي السبيل طيب. لإدارة الدولة وتنفيذ خطوات مستقبلية. طيب أهلا بك من جديد ضيفا كريما علينا سيد منار العبيدي. ما هو تعريف الأمن الغذائي؟ كيف يمكن أن نقول مثلا العراق لديه أمن غذائي لسنة سنتين عدة سنوات في المستقبل؟ والسؤال الأهم، لماذا لا يتم وضع هذه الخطط المتقدمة، الخطط الاستراتيجية من أجل تأمين الأمن الغذائي في البلاد؟ هل نفتقر إلى الخبراء؟ هل نفتقر إلى المتخصصين؟ هل نفتقر إلى الخطط؟ هل نفتقر إلى الإحصائيات؟ ما الذي يمنع من أن نكون من الدول التي يعتبر الأمن الغذائي فيها يعني جيد ومؤمن بالنسبة لكل المواطنين؟ نعم، يعني حقيقة كما ذكر تقريركم قبل قليل أن الأمن الغذائي يعتمد على عوامل أساسية، وهي أولا مقدار الكلفة على المواطن العراقي، ومقدار توفر المادة الغذائية، وأيضا نوعية وطبيعة هذه المواد الغذائية، وأيضا قدرتها على الاستدامة. هذه هي العوامل الأساسية لتكوين الأمن الغذائي. ومن هذه العوامل توجد مجموعة مؤشرات تصل إلى 68 مؤشر، من خلالها يتم قياس إن كان العراق ضمن الدول التي تملك أمن غذائي عالي أم أنها من ضمن أمن الغذائي المنخفض. حقيقة لماذا لا نملك أو لماذا لم نملك سياسة واضحة في هذا الجانب؟ ببساطة لأنه لا توجد رؤية للدولة العراقية. كل حكومة تأتي هي الأفضل، هي الأحسن، وما كان سابقها هي كانت الأسوأ. ودائما الحكومات تبدأ من حيث ما بدأوا السابقون. الذين كانوا قبلنا دائما ترفع الحكومات شعار نحن الأفضل وما كان قبلنا الأسوأ، ونجد أنه خلال فترة عملهم يقومون بما هو أسوأ من الحكومات السابقة. هذا سبب عدم وجود رؤية. العراق لا يمتلك رؤية تسير عليها الحكومات المتعاقبة. العراق لا يمتلك استراتيجيات. الاستراتيجيات لا تبنى في 4 سنوات. الاستراتيجيات تحتاج إلى وقت طويل، إلى 5 سنوات، 10 سنوات. تقوم الحكومات المتعاقبة بعملية تنفيذ هذه الاستراتيجيات ولا تقوم بتغييرها. اليوم منذ 2005، منذ أول حكومة، كل حكومة تأتي تقوم بتبني سياسة جديدة، وما أن تذهب هذه الحكومة تأتي حكومة جديدة وتتبنى سياسة مغايرة بالكامل في هذا الجانب، وتقول أن السياسات السابقة كانت خاطئة. إذن لدينا مشكلة اليوم في كيفية تنفيذ هذه السياسات. سيد منار العبيدي رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. رجل حكم العراق 8 سنوات ثم جلس يراقب القادمين الجدد ويحسب عليهم أنفاسهم، ولا يتردد في تذكير الناس أنه مستعد للعودة إلى منصة الحكم ثانية حين يكون هو الحل. خرج من عائلة كان الشعر مسامرها، ثم صارت الهجرة ملاذها. إنه نوري كامل المالكي، وكان يعرف أيام الهجرة للمعارضة باسم جواد المالكي والحاج أبو إسراء. خصم عنيد إذا تحداه زملاء السياسة، وحليف أليف حين يلوذون تحت عباءته. له في الناس كلام وللناس فيه كلام، من خانه ومن تخلى عنه ومن غدر به. هل هم أصحاب الأمس أم الأصدقاء الجدد؟ المالكي بصراحته أمام الصحفيين 3 الذين لن يغادروا الحديث معه قبل أن يعرفوا الحكاية، في ليلة رمضانية على الشرقية نيوز بالـ3. بس مسألة التسرب اللي تفضلت به يعني لها أسباب أخرى، يعني عرفت من أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وسياسية، ولذلك يجب أن توضع قوانين. التدخلات السياسية أجرمت بالمستوى التربوي، يقول معلمون ويحملون المخصصة مسؤولية التراجع.
قضت قوة أمنية في محافظة ذي قار اعتصام المتظاهرين الرافضين لاعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات في ساحة الحبوب وسط الناصرية. وذكرت مصادر محلية أن صداما وقع بين المحتجين والقوات الأمنية ثلاثاء انتهى برفع الخيام التي تم نصبها قبل يومين احتجاجا على نظام سانت ليغو الذي جرى التصويت عليه ضمن قانون الانتخابات. وقالت مصادر أمنية إن هذه الخيام تعيق الحركة التجارية والمرورية في الشارع، لذلك لجأت القوات الأمنية إلى رفعها. ومن ذي قار إلى النجف، فرقت قوات من مكافحة الشغب تظاهرات خرج بها عشرات الشبان في محافظة النجف احتجاجا على تمرير نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات المعدل. وتدخلت القوات الأمنية بعد أن حاول محتجون غاضبون قطع الطريق الرابطة بين النجف والكوفة بالإطارات المخترقة، وفرقت المتظاهرين الذين طلبوا بالعدول عن قانون الانتخابات وإلغاء نظام سانت ليغو. أغلبها يندرج في المجال الطبي. انتحال الصفات في العراق يتحول إلى تجارة رابحة. ألقت قوة من شعبة الجريمة المنظمة القبض على 7 منتحلين لصفة أطباء أسنان وأطباء غير عراقيين في بغداد. بيان مشترك ذكر أن قوة من الجريمة المنظمة إلى جانب نقبتي أطباء الأسنان وأطباء العراق نفذت أوامر القبض في حي الرئاسة في منطقة الأمين شرقي بغداد، وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية وأدوات صادئة غير صالحة للاستخدام البشري. وليس ببعيد عن هذا الشأن، استمر في العراق انتشار ظاهرة الانتحال من قبل أشخاص انتحلوا صفة طبيب متخذين من شهادات مزيفة وعيادات وهمية مراكز للنصب والاحتيال بغرض التربح على حساب صحة المواطنين، ما دفع بتصاعد المطالب في تشريع قوانين صارمة أو تجديد القوانين الحالية لحماية الصحة العامة وإنزال أقصى العقوبات بمن يتهاون بحياة الناس. نتابع التفاصيل. في تفكير بعض الأشخاص أن تصبح طبيبا أمر لم يعد بغاية الصعوبة في العراق، فلا عليك إلا أن تشتري سترة بيضاء وسماعة فحص طبية، وبهذا يحق لك أن تفتتح مركزا صحيا في أي مكان حيوي وهام، سواء في العاصمة بغداد أو أي منطقة أخرى خارجها، والعمل لسنوات والإشراف على آلاف الحالات المرضية وصرف الوصفات العلاجية، بل وحتى إجراء العمليات الصغرى والكبرى قبل أن يتم الإيقاع بالمنتحل. وخلال السنوات القليلة الماضية راجت فكرة انتحال صفة الطبيب في العراق، حيث بات بين الحين والآخر يعلن عن الإيقاع بمنتحل لهذه المهنة المهمة وذات التماس المباشر بحياة المواطن، كما حدث مع منتحلة صفة طبيبة في بغداد عملت في الكثير من مستشفيات العاصمة، كذلك طبيب أسنان مزيف في مدينة الموصل، وآخر انتحل صفة دكتور اختصاصي في أمراض القلب عمل في محافظة بغداد وصلاح الدين ونينوى، وآخرين في مناطق متفرقة حسب بيانات وزارة الداخلية.
لم يتوقف الأمر عند انتحال أشخاص اعتياديين لصفة أطباء اختصاص، بل تورط بعض العاملين بمجال الطب في عمليات وصفقات مشبوهة، كما حدث مع صيدلاني يتاجر بالمخدرات في البصرة، بينما عمل آخرون في مراكز تجميلية غير مرخصة في بغداد. لكن السؤال الأهم، كيف لمن ينتحل صفة طبية أن يعمل لسنوات قبل أن يتم كشفه والإيقاع به؟ مختصون يعزون الأسباب إلى ضعف الرقابة المفروضة على هذا القطاع، حتى بات كل من هب ودب يحق له الدخول إليه والعمل به. وما انتشار أكثر من 400 مركز تجميلي في مناطق عدة أغلبها غير مرخصة خير دليل على استهانة هؤلاء بحياة البشر. ضيفنا حول هذا الملف الدكتور القاسم العبادي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان. أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما علينا دكتور قاسم، ورمضان كريم عليك بداية. دكتور، يعني السؤال الذي يتبادر إلى ذهني والذي من البديهي أن نطرحه، ليش الناس يعني ليش النصابين مستوطين حياة الأطباء؟ لماذا هذا القطاع الطب تحديدا هو أكثر القطاعات الذي يتم فيه انتحال الصفات بطريقة غير شرعية وبطريقة النصب والاحتيال والخطأ بدون الشهادات؟ لماذا القطاع الطبي هو الأسهل بالنسبة للنصابين؟ يعني شكرا، أولا شكرا جزيلا، شكرا لمشاهديكم، وشهر خير وبركة عليكم أجمعين. يعني يمكن هي مهنة معلومات الناس اللي مو عاملين ولا هم خريجين مهن طبية أو صحية يكون عندهم هذه المعلومات اللي ممكن أن يكون موجودة عند مقدمين الخدمة الطبية أو الصحية، بالتالي سهولة النصب على الناس أو الاحتيال عليهم بأن هذا الشخص هو لديه الصفة القانونية للعمل أو لإجراء تداخلات طبية أو وصف علاجات أو حتى تداخلات صحية، ممكن راح يكون من السهل خداع الناس بهذه القصة، فلذلك هي تجارة رائجة، إضافة طبعا لأسباب أخرى، منها ممكن أن يكون ضعف الرقابة بالفترة اللي فاتت. أكو كثير من الأشخاص يعتبرون أنه هي تجارة رابحة يقدر أنه يحقق بها رؤوس أموال جيدة بخدمة متدنية للناس، وهو بالتالي قادر على أنه يوظف ناس منتحلين بمبالغ بخسة مو مثل المبالغ اللي يأخذها الطبيب، على اعتبار أنه الطبيب الكلفة المنطقية اللي يأخذها وفق شهادته وفق دراسته وفق ما يطور نفسه بدوراته بشهادات وباختصاصات، يبقى طول وقت عمره يحتاج أنه يعني يديم العلم، بالتالي هذا العلم أيضا بالتالي يكلف عليه كلف، إضافة لكلف الأجهزة والمواد والمستلزمات اللي ده تغلى بسبب انه التكنولوجيا تتطور يوم بعد يوم. طيب دكتور القاسم، ارحب بك مجددا، اريد منك تقديرا، اذا اليوم نتحدث عن القاء القبض على 7 اشخاص انتحلوا هذه الصفه، كم يوجد في العراق مثل هؤلاء؟ كم يوجد، كم من الادويه منتهيه الصلاحيه؟ ازيد عليك واكرر تقديرا من وجهه نظرك، وعندما جئت على ذكر الرقابة، الرقابة مسؤولية من وكيف تفاعلتم أنتم كنقابة مع هذا الموضوع؟ طيب خلينا نجاوب أول شيء الشق الأول من السؤال. العدد يعني صدقا هو في تزايد، بالتالي من الصعوبة جدا حتى وبوجود متابعة حثيثة من قبل النقابات الطبية اللي هي معنية بسوق العمل الخاص، من الصعب جدا انه انت تشخص العدد اللي موجود في بغداد والمحافظات. الشق الثاني من السؤال هي مسؤولية مشتركة ما بين عدة قطاعات، المؤسسة القضائية ابتداء، وهذا كان بتعاون ويعني كانت ضرورة واضحة من قبلنا، وأيضا تجاوب من القضاء بقصة أن هنالك عدد كبير من المنتحلين يمارسون النصب والاحتيال على المواطنين، وصدرت صراحة صدرت الكتب اللازمة من مجلس القضاء الأعلى في وقتها قبل أكثر من سنة. فيما بعدها تبقى المؤسسات القطاعية الأمنية والمؤسسات الفنية اللي هي النقابات تخرج بلجان مشتركة، وهذا بالتالي أيضا مو كان من السهولة أنه إحنا نمضي بهذا الاتجاه، احتاجينا كثير من التنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات العلاقة،
لكي بعد ما تصدر الأوامر القضائية على هذه الأماكن غير الرسمية أو على أشخاص منتحلين صفة أن تنفذ. دكتور قاسم، عملية التنسيق تعتمد على شكوى من المراجع فقط لكي يفهم المواطن، عملية التنسيق تبدأ من شكوى من مراجع من مواطن ذهب إلى هذه العيادة؟ أنا شخص لا أستطيع أن أفرق بين الطبيب المختص وبين الشخص المنتحل، الكل بيقول للكل افتح تمك لنشوف درسك، كيف لي أن أميز؟ طيب هذا خلينا نجاوب السؤال الأخير بقصة أنه أنت تريد تتأكد أنه هذا المكان هو مكان رسمي. أول ما تدخل يجب أن يكون بالريسبشن بالاستعلامات هذا المكان أكو رخصة يا أما مرخص تأسيس هذا المكان من قبل وزارة الصحة أو كعيادة من قبل النقابات الطبية إن كانت نقابة أطباء أو نقابة أطباء أسنان، وأكو رخصة لهذا الشخص اللي هو ده يقدم الخدمة في داخل غرفته أو أيضا موجودة في غرفة الاستعلامات. سياق الشكوى كمواطن بسيط ممكن المؤسسة الأمنية إن كانت الجريمة منظمة تابعة لوزارة الداخلية أو الأمن الاقتصادي تابع للأمن الوطني أو يعني أو أي مؤسسة أخرى ممكن إنه يتجه للقضاء يقدم الشكوى بها المواطن وبالتالي تمشي بسياقاتها. وأكو المدعين بالحق العام اللي هي النقابات على اعتبار إنه هي المسؤولة وفق قوانينها المنظمة لعملها إنه هي اللي تشرف على سوق العمل الخاص، بالتالي إحنا اللي من واجبنا أن نتابع وبعد ما نتابع نقدم الشكوى المعززة بالأدلة التي تؤكد أنه هذا الشخص أو هذا المكان غير مرخص وفي أشخاص يعملون كمنتحلين صفة، وبالتالي تمشي إجراءات القضاء. السيد القاضي يرسل مجموعة من موظفين في المؤسسات الأمنية كعناصر استخبارات مدنيين يجرون اللازم، قاضي التحقيق يدون إفادة ممثل النقابة ويمشي موضوع استصدار القرار وفق السياقات اللي هي موجودة عند سيادة القاضي في أي محافظة من محافظات العراق أو في كان بغداد إن كان بالكرخ أو الرصافة. طيب دكتور القاسم، يعني تفضلت وتحدثت عن خطورة تزايد الأعداد باستمرار تحديدا في مجال أعداد المنتحلين في مجال طب الأسنان وأيضا للطب التجميلي كما تعلم. طيب ماذا عن مسؤولية المواطن بهذا الأمر؟ يعني التسعيرة مثلا، يعني مواطن يذهب إلى شخص لا يعرف إن كان حقيقة طبيب أسنان طبيب تجميل لأنه سعره أرخص مثلا، هل هنالك تسعيرة محددة يمكن أن يعرف المواطن من خلالها بأنه هذا الشخص يعني هو طبيب حقيقي، الشهادة موجودة على الحائط، أختام الوزارة والتصريحات اللازمة موجودة؟ هل مسؤولية المواطن مهمة من أجل معرفة المنتحل من الطبيب الحقيقي؟ بالبدء ليس من مسؤولية المواطن أن يعرف أنه هذا الشخص منتحل أو لا، صدقا وأنا أقولها وأنا مسؤول، هذه مسؤوليتنا إحنا كنقابات وكمؤسسات أمنية بالتعاون مع مؤسسة القضاء، وبالتالي نحن ماضون باتجاه الوصول للحد الأدنى من أعداد المنتحلين والأماكن غير الرسمية. وجود ما يؤكد أنه هذا المكان افتتح رسميا من قبل وزارة الصحة ومن قبل النقابات ذات العلاقة، ما يثبت ذلك بشهادات مثبتة في داخل هذا المكان، هذا بالتالي ضروري. نعم. ويحتاج أن المواطن ينتبه عليه، ما مطالب أن يسائل عليه لكن يجب أن ينتبه عليه لأنه هذا بالتالي ضروري، هذا مكان شلون مرخص وشلون مفتوح إذا هو ده يقدم خدمات طبية. قضية السعر مثل ما تعرفين إحنا يعني أكو قاعدة قانونية لا رسمة ولا ضريبة إلا بقانون، في قوانين النقابات القانون لم يتطرق في وقتها لقصة تحديد الأسعار أو الأسعار الدنيا أو الأسعار العليا، ما عندنا مساعي باتجاه إقرار هاي القصة، لكن هي بالتالي أيضا قضية السوق المفتوح وأكو يعني أكو تفاوت بالأسعار ما بين المواد والأجهزة والمستلزمات أيضا تخلينا أكثر من العوائق اللي إحنا ممكن أنه نتخيلها في قصة الأسعار، لكن هي بالتالي أرجع أقول مسؤوليتنا إحنا كمؤسسات قطاعية أن نصل إلى الحد الأدنى من هذه المخالفات، وبالتالي نحن ماضين صدقا مدنا توقفان يمكن بالأسبوع الفات يعني في داخل العاصمة بغداد ما بين الكرخ والرصافة أنا طالع 3 مرات، في هذا الأسبوع أنا طالع مرة ومدى ندخر جهد بهذا الاتجاه، يجب أن نصل لهذا الحد الأدنى وبالتالي نحن ماضين وفق ما نقدر عليه وفق ما طبعا
استصدار الأوامر القضائية اللي تعرفين تحتاج وقت، وبأي أمر ده يصدر إحنا بالتأكيد نتوجه فورا وننفذ هذا الأمر القضائي. نعم بالتأكيد، كل الشكر لجهودكم المبذولة. الدكتور القاسم العبادي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك دكتور. رجل حكم العراق 8 سنوات ثم جلس يراقب القادمين الجدد ويحسب عليهم أنفاسهم، ولا يتردد في تذكير الناس أنه مستعد للعودة إلى منصة الحكم ثانية حين يكون هو الحل. خرج من عائلة كان الشعر مسامرها ثم صارت الهجرة ملاذها. إنه نوري كامل المالكي، وكان يعرف أيام الهجرة للمعارضة باسم جواد المالكي والحاج أبو إسراء، خصم عنيد إذا تحداه زملاء السياسة وحليف أليف حين يلوذون تحت عباءته. له في الناس كلام وللناس فيه كلام، من خانه ومن تخلى عنه ومن غدر به، هل هم أصحاب الأمس أم الأصدقاء الجدد؟ المالكي بصراحته أمام الصحفيين 3 الذين لن يغادروا الحديث معه قبل أن يعرفوا الحكاية، في ليلة رمضانية على الشرقية نيوز بالـ3. احتجاجات قانون التقاعد تجبر اللوفر وإيفل وفرساي على إغلاق أبوابهم في فرنسا، والفوضى سيدة الموقف في باريس. نبقى في شقة المحل العراقي. نفذت قوات أمنية عراقية عملية استباقية في إحدى قرى محافظة ديالى بعد ساعات على اعتقال مسلحين حاولوا نشر الفوضى في ناحية بهروز. مصادر أمنية قالت إن قوة مشتركة باشرت بعملية دهم وتفتيش للبحث عن مطلوبين للقضاء في قرية المخيسة شرقي ناحية أبي صيدة، وأشارت إلى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مطلوبين ومصادرة كميات من الأسلحة. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاع السوداني وجه بتنفيذ عملية لفرض القانون في محافظة ديالى التي شهدت هجمات من قبل مسلحين أدت إلى سقوط شهداء وجرحى. يسود الغموض ملابسات اقتحام قوة تستقل مركبات حكومية منزل مدير التصاريح الأمنية في تربية ديالى والعبث بالمقتنيات المنزلية. يقول أفراد العائلة إنهم ينتظرون تحركا حكوميا وأمنيا رادعا وكشف النتائج التحقيق بالاقتحام المخالف للضوابط. لم تفلح جهود مراسلنا الناهض الزيدي في الحصول على أي تعليق رسمي. ليلة من الرعب عاشتها عائلة مدير التصاريح الأمنية في تربية ديالى بعد اقتحام منزلها في قرية خرنابات بقضاء بعقوبة من قبل قوة مسلحة تستقل عجلات حكومية قالوا إنها غير معروفة. وبحسب شهادات فإن القوة روعت الأطفال والنساء وعبثت بمحتويات المنزل وسط تساؤلات عن كيفية عبورها من نقاط التفتيش الأمنية. ما نعرف شنو هاي القوة، جت داهمة البيت، كسرت البيت، رعبت الأهل، النساء، الأطفال، الغراض مال البيت كسروها، سرقت محتويات البيت. يعني بصراحة هذه مو شغل دولة. الأجهزة الأمنية وين؟ أنا أسأل قائد عمليات وين؟ شنو شغله بالمحافظة؟ قائد عمليات لا 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 نتصل بكافة العمليات بالأجهزة الأمنية، ما حد عنده خبر، ما عنده خبر بهاي القوة الجاية. وطالبت العائلة السلطات الأمنية والحكومية بفتح تحقيق بالحادث لكشف هوية القوة التي اقتحمت منازل الآمنين، بينما استغرب مواطنون دخول عجلات تحمل أرقام تسجيل حكومية ولا علم للجهات الأمنية بها. راح نتوجه إلى القضاء وتسجيل دعاوى قضائية ضد هذه القوة
واحنا نريد القضاء ياخذ مجراه بخصوص هاي القوة، لان هاي القوة دخلت الى بيوتنا، بيوت آمنة، وعبثت بمحتويات بيوتنا، وايضا اخذوا محتويات من البيوت، فما نعرف يعني شنو مصدر هذه القوة. وطبعا احنا نطالب القضاء بان ياخذ مجراه. وطالب مواطنون في ديالى بفرض القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من يروع العائلات الآمنة. للشرقية نيوز، ناهض الزيدي، محافظة ديالى. هاي عندنا مريض طلعناه بالسرير، طلعناه لهنا. شو السر؟ هذه الطوارئ، نوع الطوارئ خارج الخدمة. هذا الطوارئ خارج الخدمة الآن الطوارئ. بزلة الأمطار تكشف زيف الخدمات، وعود فاسدة تفتح الديوانية بثالث تعطيل للدوام خلال أيام. نعود مرة جديدة إلى الديوانية التي غرقت بمياه السيول والأمطار، وينضم معنا علي قحطان مراسل الشرقية من هناك عبر سكايب. علي، إلى أين يتجه الوضع الخدمي هناك؟ الديوانية عطلت اليوم لليوم الثالث على التوالي، أقصد ما هي صورة الشوارع والأحياء وحال المواطن هناك؟ نعم، قبل 3 أيام ومع موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الديوانية، غرقت كل أحياء مدينة الديوانية هنا في مركز مدينة الديوانية وحتى بعض الأقضية والنواحي. الفشل في البنى التحتية، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مختصين بأن البنى التحتية، وأقصد يعني مجاري تصريف مياه الأمطار، غير مؤهلة لاستقبال هكذا كميات كبيرة، بالتالي أدت إلى غرق المدينة بالكامل، إضافة إلى غرق أغلب مياه المدينة عفوا، والذي أدى غرق هذه المنازل إلى هجرتها من قبل ساكنيها. إضافة إلى ذلك استنفرت كل يعني الدوائر المعنية وغير المعنية جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، وحتى الدوائر الغير معنية تدخلت لتصريف مياه الأمطار. بالتالي فإن وزارة الداخلية أيضا أرسلت جهد من سيارات الحوضية لتصريف مياه الأمطار هنا في محافظة الديوانية وأيضا محافظة بابل ومحافظة المثنى. الأهم من ذلك أنه والأشياء التي حصلت في مدينة ديوان أنها غرقت بالكامل. نحن نقف الآن في مكان لربما تم تصريف المياه فيه، لكن بعض الأحياء ما زالت في حد الآن تشهد غرق في أغلب المنازل فيها وحتى الشوارع. نعم. بالتالي فإن أهم الأحداث التي حدثت هو وفاة طفل جراء ذلك في قضاء البيرة جنوبي الديوانية، وأيضا خروج مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الديوانية عن الخدمة جراء أيضا جراء غرق المستشفى. طيب علي، كنت سأسألك حول هذه النقطة، يعني تحدثت عن وفاة هذا الطفل وأيضا عن المستشفى، يعني رحمة الله هذا الطفل الذي يعني هو ضحية الإهمال وضحية الأخطاء والفساد. ماذا عن المرضى في هذا المستشفى؟ كيف تم التعامل مع نزلاء المستشفى ومعالجتهم بشكل كامل وصحيح؟ إذن لا تصريف، لا بنى تحتية صحيحة، حتى الآليات التي ساهمت في تصريف المياه 33 آلية منها جاءت من بغداد، يعني من يتحمل كل هذه الأخطاء؟ بالنسبة للنقطة الأولى التي ذكرت فيها بأن مستشفى الديوانية وإدارة صحة الديوانية تعاملت مع الأمر بنقل بعض المرضى للطابق الثاني، وأيضا إخلاء مستشفى الحسين هنا في أحد أحياء مدينة الديوانية، وهنالك أيضا مستشفى أهلي قد استقبل المرضى لليومين الماضيين. إضافة إلى أنه لم أذكر نقطة، جراء الأمطار أيضا تضررت الكثير من المساحات الزراعية قد تلفت بسبب موجة الأمطار الغزيرة، وأيضا نفوق عشرات الأغنام في جنوبي الديوانية وبالتحديد قضاء آل بدير، أيضا نفقت هذه الحيوانات جراء الأمطار الكثيرة والسيول التي أصابت المدينة. نعم، كل الشكر لك علي قحطان مراسل الشرقية في الديوانية، أشكرك على هذه التحديثات.
السوداني يوجه الوزارة كافة بتنفيذ العمل بنظام البطاقة الإلكترونية ويخاطب وزراءه: أنتظر منكم تقييم المدراء العامين. تمكنت قوات أمنية عراقية من اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباكات استمرت ساعات عدة في محافظة ذقار. وذكرت مصادر أمنية أن القوة قامت باعتقال تاجر مخدرات في قضاء الرفاعي شمالي ذقار بعد محاصرته داخل منزله والدخول باشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية. وأكدت المصادر أن محاصرة تاجر المخدرات استمرت لساعات هدد خلالها بالانتحار إذا حاولت القوات الأمنية التقرب منه، لكن تم اعتقاله بالأخير دون أي أضرار بشرية تذكر. اعتقلت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية مبتزا قام بأكثر من 20 عملية ابتزاز بحق فتيات في بغداد. وذكرت الاستخبارات أن المتهمة بتنفيذ جرائم ابتزاز مستغلا حاجة الفتيات للعمل والإعلان عن وظيفة في المراكز التجميلية والطبية، مشيرة إلى أن المتهمة استقبل العديد من المراسلات وبدأ باستدراج الضحايا على إثرها. بالنسبة لحرب المياه أنا أعتقد ستكون هناك أزمة وستكون هناك مشاكل كبيرة ربما على المدى الأبعد أكثر مما الحرب الطاقة بدأت، ممكن أن تستمر معنا لفترة، ولكن حرب المياه هناك مناطق هي أصلا معرضة للجفاف. لا أعتقد أن أمريكا قادرة على فرض سياسة تمليها على الدول المنتجة الأخرى للنفط، فبهذا أعتقد أنه لا يمكن أن ندور في فلك أمريكا فقط، لكن أمريكا هي أيضا مؤثرة. أنا إذا ما أحسن استخدام والاستخراج والصناعة أيضا ترى يضيع. هذا يعني تحليل. هذا الشيء صار باليمن، هذا الشيء صار في سوريا، هذا الشيء صار عندنا بحق الطقطق في شمال العراق باعتبار الأرقام المعلنة من قبل الشركة نفسها اللي جابوها عقد المشارك. لكن أحذر إذا ماكو رقابة عالية جدا على السلوك المكمني بكل حقول العراق وخاصة تلك التي تشغل من قبل الشركات، ترى يمكن بعد سنين نقضي عليها. أصدرت محكمة تحقيق الناصرية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمرا باستخدام قائم مقام قضاء الدوية نعيم خميس السعيدي لارتكاب المتهم عمدا ما يخالف واجبات وظيفته. وذكرت هيئة النزاهة في بيان أن المستخدم ارتكب مخالفات في مديرية بلدية الدوية تخص بيع قطع أراض فضلا عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات. حمل تربويون في البصرة المحصصة السياسية مسؤولية تراجع الواقع التربوي في المحافظة ووصول التسرب المدرسي إلى معدلات خطيرة. تشير تقارير غير رسمية طلع عليها مراسلنا أيمن الشيخ إلى وجود أكثر من 5000 متسرب من مدارس المحافظة، أغلبهم منخرطون في سوق العمل. نتابع. نتاج الإدارة السيئة وتدخل السياسة والمحاصصة والمحسوبيات دمرت الواقع التربوي والتعليمي في محافظة البصرة حتى باتت الإحصائيات الخاصة بأعداد المتسربين من المدارس مرعبة بحسب تربويين. العدد اللي حصيناه مهول من المتسربين ووصل إلى 1700 طالب خلال قضاء واحد. هذا الـ 1700 اعتبره جيش، يعني جيش من الأمية. هسه مو شرط انه يكون أمي، احتمال انه يكون متسرب لأسباب أخرى. بس مسألة التسرب اللي تفضلت به يعني لها أسباب أخرى، يعني على كثر من الأسباب الاجتماعية وكذلك اقتصادية وسياسية، ولذلك يجب أن توضع قوانين تربوية تحد من هذه الظاهرة. ولم يقف التقصير ونتائجه على الوضع الحالي من سوء واقع المدارس من نقص الأبنية والكوادر وغيرها، بل يستمر إلى أبعد من ذلك في ظل غياب الخطط المستقبلية لاستيعاب الخريجين.
على الحكومة أن توفر البدائل، أن توفر الاستثمارات، أن تفتح مشاريع جديدة من أجل استيعاب الطاقات الشبابية، وبالتالي تحقق هذه هدفا مهما تربويا هو معالجة التسرب. ووفق بيانات شبه حكومية فإن أكثر من 5000 تلميذ يتسرب من الدوام سنويا في محافظة البصرة، يشغل مركز المدينة النسبة الأكبر منها. للشرقية نيوز أيمن الشيخ، البصرة. من الوضع التربوي إلى وضع المساعدات، انطلاقا من الشهر الفضيل يتسابق ميسورون في ذخار على تنظيم حملات التكافل الاجتماعي وتوزيع السلات الرمضانية في المناطق الأكثر فقرا في الناصرية. ويقول مواطنون التقاهم مراسلنا غزوان الغزي إن مثل هذه المبادرات بحاجة لدعم حكومي من الدوائر المعنية بدعم شريحة الفقراء. بالتزامن مع شهر الخير، زادت عطايا الميسورين للفقراء وفرص التكافل الإنسانية، حيث توزيع السلات الرمضانية وتبادل وجبات الطعام بين الأهالي. بالنسبة احنا جاي نتواصل ويا 200 عائلة ناس فقرة ما عدها، وحاليا بقضية المدارس والمستوصفات كذلك هم جاي نمشي ونسعب هاي القضية، ليش اكو ناس ما عدها واكو ناس محتاجة واكو ناس محتاجة يد العون إلها، فاحنا ان شاء الله نسعب جهدنا وبجهودكم الطيبة ان شاء الله وبجهود الناس الخيرة ما نقصر على الناس اللي ما عدها. منظمات إنسانية في ذقار تكفلت إيصال ما يصلها للفقراء، وهو ما يعكس الفطرة الإنسانية السليمة التي لا زالت تتجذر في المجتمع. احنا نساعد الفقراء واليتامى والعالم المحتاجة، وان شاء الله ما نقصر وياهم، وان شاء الله مسواقنا موجود احنا من شكر وتمن وبيض ولحوم، واحنا اكثريتنا طلاب متطوعين للعمل، إن شاء الله نضمن وقت بين دراسة وشغل. نساعد الفقراء من شكر وتمن وحليب وشاي وعدس وفاصوليا شهريا. ومهما زادت واتسعت حالات التكافل، إلا أنها لا تستطيع تغطية جميع الفقراء إن لم تدعم بجهد حكومي. من ذقار غزوان الغزي، الشرقية نيوز. هاي عندنا مريض طلعناه بالسرير طلعناه لهنا. شو السر؟ هذه الطوارئ، نوع الطوارئ خارج الخدمه. هذا الطوارئ خارج الخدمه الان الطوارئ. غزالة الأمطار تكشف زيف الخدمات، وعود فاسدة تفضح الديوانية في ثالث تعطيل للدوام خلال أيام. السوداني يوجه الوزارة كافة بتنفيذ العمل بنظام البطاقة الإلكترونية، ويخاطب وزراءه: أنتظر منكم تقييم المدراء العامين. العراق خارج مؤشر الأمن الغذائي، عراقيون بالملايين تحت خط الفقر العالمي. أغلبها يندرج في المجال الطبي، انتحال الصفات في العراق يتحول إلى تجارة رابحة. بس مسألة التسرب اللي تفضلت به لها أسباب أخرى، من أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولذلك يجب أن توضع قوانين. التدخلات السياسية أجرمت بالمستوى التربوي، يقول معلمون ويحملون المخصصة مسؤولية التراجع. احتجاجات قانون التقاعد تجبر اللوفر وإيفيل وفرساي على إغلاق أبوابهم في فرنسا، والفوضى سيدة الموقف في باريس. خرجت تظاهرات مليونية في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على رفع سن التقاعد في وقت قررت فيه السلطات إغلاق برج إيفيل وعدد من المرافق السياحية في العاصمة بسبب تجدد الاضطرابات. وطالبت نقابات عمالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد، وأكدت أن المسيرات المليونية سلمية ولا علاقة لها بالعنف وأعمال الشغب التي تشهدها الشوارع.
إذن فرنسا مرة جديدة إلى الواجهة وعلى صفيح ساخن شعبيا ونقابيا، إذ تجددت التظاهرات في العديد من المدن الفرنسية الكبرى احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد. وأقدم عمال على إغلاق خطوط السكك الحديدية الثلاثاء في محطة غار دي ليون في الدائرة 12 من العاصمة باريس. إلى ذلك أعلن وزير الداخلية الفرنسي اعتقال 271 شخصا خلال هذه الاحتجاجات. الكاتبة والصحفية مريم شهاب من باريس، أهلا ومرحبا بك مريم. يعني بداية، ما الذي دفع بكل هؤلاء المواطنين للاحتجاج على محاولة تغيير قانون سن التقاعد في فرنسا، في واحدة من أهم دول الاتحاد الأوروبي؟ ما هو المأخذ على هذا القانون؟ أولا، كما ذكرت، منذ أسابيع تشهد مختلف المدن الفرنسية احتجاجات ضخمة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ورفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. أغلبية الشعب الفرنسي يعتبرون أن هذا القرار هو قرار ظالم بحقهم، وأنه يستدعي من العمال العمل لسنوات أكثر، وهم غير مستعدين لذلك. شهدنا مظاهرات عارمة ومواجهات وقعت بين الشرطة الفرنسية في الأسابيع الماضية، واليوم خرج حوالي 750 ألف متظاهر بحسب الأرقام الأولية لوزارة الداخلية احتجاجا على هذا النظام الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا ومرره دون العودة إلى البرلمان. مريم، انت بتعرفي انه الرئيس ايمانويل ماكرون قال انه هذا الامر ضروري كي لا تتجه البلاد الى الافلاس، والنقابات العماليه تقول بان الحكومه الفرنسيه تعمل بالضد من مصالح النقابات العماليه. الى اين يسير الوضع؟ سمعنا عن محادثات فشلت، هل هناك في الكواليس مساعي جديده؟ والشارع كيف يعيش هذه الاحداث؟ اتحدث عن جامعات، عن مدارس، وبالضروره عن مواصلات. أوكي، أولاً معظم المؤسسات في الدولة الفرنسية، يعني اليوم انضم إلى المتظاهرين قطاع السياحة، وشفنا أنه في مظاهرات بالمطارات وبمؤسسات عدة. الرئيس إيمانويل ماكرون صحيح قال أنه يجب العمل وتنفيذ أن يدخل إصلاح نظام التقاعد حيز التنفيذ قبل بداية العام، وصرح في إحدى المقابلات الأخيرة له بأنه حتى لو خسر الكثير من شعبيته فهو ماض نحو تنفيذ هذا الإصلاح، لأنه بيعتبره أنه جدا ضروري ومهم، على عكس النقابات والأحزاب المعارضة التي تعتبر أن ماكرون لم يستمع إلى صوت الشارع الفرنسي وهو فعل ما يريد. الرئيس الفرنسي ليس لديه ما يخسره اليوم، ماكرون هو في ولايته الثانية ولا يحتاج إلى أصوات أو إلى انتخابات مقبلة يحشد من أجلها المزيد من الأصوات. وكان إصلاح نظام التقاعد أحد النقاط التي وضعها ماكرون في برنامجه الرئاسي، وهو ماض نحو تنفيذ هذا الإصلاح واعتماد هذا الإصلاح في بوادر لحلحلة. سمعنا أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قالت قبل أيام أنها ستبدأ بداية الشهر المقبل بإجراء محادثات مع النقابات ومع الأحزاب المعارضة ومع العمال لتهدئة الأوضاع، ولكن لا يبدو أن الشارع الفرنسي سيقبل بأن يمر هذا الإصلاح أو هذا التعديل كما يريد ماكرون. طيب مريم، دعيني أسألك، كيف تناولت الصحافة الفرنسية هذا الأمر؟ هل هنالك ضغوطات على الرئيس الفرنسي من أجل تغيير أو تعديل هذا القانون، أو على الأقل الذهاب به إلى البرلمان؟ لا أعتقد أن أي من هذه الضغوطات ستجد آذانا صاغية. ماكرون مرر هذا الإصلاح دون العودة إلى البرلمان، وبالعكس وسائل الإعلام الفرنسية، عدة وسائل إعلام فرنسية أعلنت أن هذا لا تراجع عن هذا القرار،
وأن الحكومة لن تتراجع عن هذا القرار، ولا بوادر تشير إلى أن الحكومة قد تأخذ هذا الاتجاه، بل الحكومة ماكرون يعول على أن الشارع سيتعب في آخر المطاف. هذه إحدى النقاط التي يتوقع أن ماكرون يسير باتجاهها، هو يتوقع أن الشارع سيتعب وأن المتظاهرين سيعودون أدراجهم، ولكن ليس هناك بوادر من أنه سيتراجع. المفارقة يا مريم أنه الرئيس الفرنسي مصر والحكومة مصرة على هذا الإصلاح وعلى هذا القانون، لكن البرلمان كما تعلمين لم يصوت عليه، يعني بعد أن ذهب إلى سياق البرلمان في 16 من مارس المنصرم. لكن بالعموم أو الحالي إنجاز التعبير، بالعموم مريم، يعني ضعينا في الصورة العادية للحياة اليومية في فرنسا وأنت تعيشين هناك، هل الراتب التقاعدي مزري أم جيد بالنسبة للفرنسيين من يتقاعد مستقبلا؟ صورة الرعاية الاجتماعية هل هي كافية وسط الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم؟ طبعا غير كافية، يعني وسط الأزمات وطبعا الآثار الأخيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، الوضع جدا متأزم، وطبعا هو ليس كافي بالنسبة للمواطنين، وبدأنا نسمع عن معاناة فعليا أشخاص خرجوا إلى التقاعد ويشيرون إلى أن هذا المعاش الذين يتقاعدونه ليس كافيا ولا يؤمن لهم حتى الحياة الكريمة أو حتى مقومات العيش. مريم الشابة الكاتبة والصحفية كانت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك. رجل حكم العراق 8 سنوات ثم جلس يراقب القادمين الجدد ويحسب عليهم أنفاسهم ولا يتردد في تذكير الناس أنه مستعد للعودة إلى منصة الحكم ثانية حين يكون هو الحل. خرج من عائلة كان الشعر مسامرها ثم صارت الهجرة ملاذها. إنه نوري كامل المالكي، وكان يعرف أيام الهجرة للمعارضة باسم جواد المالكي والحاج أبو إسراء، خصم عنيد إذا تحداه زملاء السياسة وحليف أليف حين يلوذون تحت عباءته. له في الناس كلام وللناس فيه كلام، من خانه ومن تخلى عنه ومن غدر به، هل هم أصحاب الأمس أم الأصدقاء الجدد؟ المالكي بصراحته أمام الصحفيين 3 الذين لن يغادروا الحديث معه قبل أن يعرفوا الحكاية في ليلة رمضانية على الشرقية نيوز بالـ3. بس مسألة التسرب اللي تفضلت به يعني لها أسباب أخرى، يعني عرفت أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وسياسية، ولذلك يجب أن توضع قوانين. التدخلات السياسية أجرمت بالمستوى التربوي يقول معلمون، ويحملون المحاصصة مسؤولية التراجع. تحول حي الأنباريين في الكاظمية وسط بغداد إلى واحد من أجمل الشوارع الملونة في المدينة، والذي يحاكي برسوماته التراث الأصيل للعاصمة. أطلق شباب مبادرة شارعنا حلو لنشر الألوان داخل الأزقة القديمة، والتي أعد منها مراسلنا يعرب القحطان التقرير التالي. شارعنا حلو بفكرة تنبض بالألوان، انطلق مجموعة من الشباب لنشر هذه الرسومات في حي الأنباريين، أحد أقدم الأحياء في الكاظمية. ألوان في كل مكان، محاكاة للتراث البغدادي بحداثة الرسومات. قص يعني هاي بدي اشوفها قبالك كلية يعني تراثية من الزمن القديم، ويعني شغلات حلوة مرتبة مثل ما اشوفها انت، حتى الشخص يعني من يكون غريب من المنطقة يجي يفوت من هنا يظل يتمعن بيهن، يباوع يشوف يعني الرسومات هاي الحلوة. رسائل عديدة يبعثها سكان هذه الأزقة، في مقدمتها الاهتمام بتراث بغداد
وإعادة تهيئة هذه الأحياء، سيما وإنها أصبحت واجهة للسواح بعد أن تغير شكلها بفضل هذه الرسومات. هي هاي منطقة تراث، هاي تراث، هاي جوي ذولا رسموا بها رسومات حلوة، صارت بعد أجمل وأحلى. هاي يسموها منطقة المباريين. والله هي يعني هم مشوا الولد كل زين، شوفوا هاي كليتها من الطول للطول، المباريين كليتها بإطلاقها. الحكومة كل شيء ما مسويه، شوف التبليط ما مسوي. المجاري تنطر تفيض، المجاري يعني عامة تنطر تفيض. ويطمح الرسامون لتعاون أكبر من الجهات المختصة من أجل السماح لهم بإعادة الروح للكثير من المحلات البغدادية القديمة، سيما وإن مشروعهم هذا قوبل بمضايقات عدة من الجهات الرسمية. من بغداد عرب القحطان، الشرقية نيوز. في قصة أخرى، احتضن دير مرم خايل في أيمن الموصل أول قداس في الدير المغلق منذ عام 2003 لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بالترميم. ويقول ممثلو المكون الأصيل الذين التقاهما جمال البدراني إن نينوى ستبقى رمزا للتنوع والتعايش، وإن مسيحي المحافظة سيعودون إليها ولو بعد حين. لم تسمع هذه الترانيم منذ أكثر من 20 عاما. دير مار ميخائيل في الموصل هجره المسيحيون منذ 2003 بعد أعمال العنف التي طالت المسيحيين، عادوا اليوم ليقيموا هذا القداس على أطلاله وأنقاضه. أقمنا أول قداس بعد الأحداث اللي صارت الأخيرة، وعلى هاي الأنقاض الموجودة رسالة يعني عودة المسيحيين مدينة الموصل، وأكيد ترميم هاي الكنائس المدمرة. ويقع دير مار ميخائيل في منطقة حاوي الكنيسة غربية الموصل، ولد مار ميخائيل في أوائل القرن الرابع الميلادي، إلا أن الدير ترك وأهمل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المنطقة ومنها استهداف المسيحيين. حبينا نجي نشارك بهالقداس التذكاري والاحتفالي، وخاصة أنه الدير مثل ما تشوفون هو حاليا تقريبا مدمر، بس رغم هذا أنه إحنا جايين نشارك، لأنه الكنيسة هي مو بالبناء، الكنيسة هي بناسها، بالأشخاص اللي يجون ويحضرون وهم متواجدين دائما. وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على تحرير الموصل، إلا أن المسيحيين لم تكفيهم هذه الضمانات والسنوات من أجل العودة إلى هذه المدينة. جهود الخيرين الذي ساعدونا من كان مسلمين أو مسيحيين أنه تنظيف هذا الدير، ورجعنا شوية على هيئة أنه الناس حتى تقبل الناس أنه تيجي على مدن يعني نقيم القداس مالتنا بهذا اليوم. بعد عامين على زيارة البابا فرانسيس لهذا المكان، كنيسة الطاهرة، والتطمينات والضمانات التي أطلقتها الحكومة المحلية، إلا أنها لم تنجح بعودة المسيحيين لديارهم في الموصل. من الموصل، جمال البدراني، الشرقية نيوز. يحاول فريق ترميم من الخبراء الفرنسيين والعراقيين تجميع القطع الأثرية التي حطمها مسلحو تنظيم داعش عندما اجتاحوا الموصل وخربوا متحفها ونهبوه. ومنذ عام 2019 يدعم فريق من خبراء ترميم الفرنسيين الجهود المحلية لإعادة القطع الأثرية الآشورية والتي تعود لأكثر من 2700 عام إلى الحياة من جديد. المزيد في هذا التقرير. منذ عام 2019 يدعم فريق من خبراء الترميم الفرنسيين الجهود المحلية في الموصل لإعادة القطع الأثرية الآشورية التي تعود لأكثر من 2700 عام إلى الحياة من جديد، بعد أن حطمها تنظيم داعش وتم العثور على هذه القطع في المتحف بعد تحرير المدينة في عام 2017. نلاحظ الكتابات على هذه القطعة وعلى هذه بقية القطع، ونلاحظ عدد الأجزاء التي حدثت ما بعد التفجير، فهذا دليل على أنه العملية كانت وحشية وجريمة نكراء بحق الإرث الحضاري العراقي، والإرث وتحديدا حضارة الدولة الآشورية أو الإمبراطورية الآشورية التي كانت موجودة على هذه الأرض العظيمة.
ويتلقى المشروع تمويلا من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، والشركاء الدوليون للمشروع هم متحف اللوفر الفرنسي ومؤسسة سميث سونيان بواشنطن والصندوق العالمي للأثار. هذه القطع تم تجميعها من خلال عمليات الأرشفة، من خلال مراجعة الصور الحقيقية للقطع الأثرية، من خلال الأفكار الكبيرة التي يستنتجها فريق الترميم، ومن خلال التدريبات المكثفة التي استحصلوا عليها من قبل الكوادر الفرنسية. ووفقا لخبير الترميم الفرنسي، كان التحدي الأكبر الذي واجه الفريق العدد الهائل من الأجزاء والقطع التي كان يلزم فرزها في بداية مهمتهم. بدأنا العمل على الجزء الأكثر إرضاء. لقد بدأنا في تجميع القطع ولصقها وإعادة تشكيل الأعمال تدريجيا حتى إعادة تشكيل العمل بالكامل في النهاية، باستثناء الأجزاء المدمرة والمفقودة. سننتهز الفرصة لتنقيح جميع عمليات الترميم القديمة. وبحسب خبراء في الموصل، فإن العديد من آثار المتحف ما زالت موجودة في أماكن غير معلومة حتى يومنا هذا، وهي شهادة على السرقة التي قام بها تنظيم داعش الذي استخدم الآثار كمصدر للدخل. وفي موضوع آخر، أشرف الدكتور أحمد عبد المجيد رئيس تحرير جريدة الزمان على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين أكاديمية شرقية للإعلام ومعهد العالمين للدراسات العليا في النجف، بحضور مدير أكاديمية شرقية أحمد الجنابي وعميد معهد العالمين زيد عدنان. وتشمل المذكرة تدريب وتطوير المهارات الإعلامية لطلبة الدراسات العليا في المعهد عبر خطوات يتوقف عندها تقرير مراسلنا منير الجمالي. إلى العراق ومن النجف تحديدا، المحطة القادمة لأكاديمية الشرقية للإعلام بعد توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع قسم الإعلام في معهد العالمين للدراسات العليا. تتولى بموجبها أكاديمية الشرقية للإعلام تدريب وتطوير المهارات الإعلامية لطلبة الدراسات العليا في المعهد. أنا أعتقد أنه هاي الاتفاقية مهمة جدا، من زاوية كونها راح تنظم طبيعة العلاقة بين مؤسستين، وراح تعطي مهارات كبيرة لطلبة قسم الإعلام في معهد العالمين، وراح ترجح موضوع أفضلية خريجي المعهد في سوق العمل. نحن أكاديمية الشرقية منفتحون، وندعو جميع المؤسسات التعليمية في العراق وكذلك الوزارات كافة للتعاون وفي مجال التدريب المهني. وستوفر أكاديمية الشرقية للإعلام من خلال هذه الاتفاقية التي ستستمر لعامين قابلة للتجديد دورات متخصصة تحاكي بيئة إعلام المستقبل وبأحدث التقنيات، بالإضافة إلى جذب العديد من طلبة العلوم من العرب والأجانب للتسجيل على برامج الماجستير والدكتوراه المعتمدة في معهد العالمين للدراسات. بدأ المعهد باتفاقية تعاون تفاهم تفاعل سمي ما شئت في مجال جذب وتطوير الكفاءات العلمية وطلبة الدراسات العليا. تضمنت الاتفاقية شيء أساسي هو قضية تدريب طلبة الدراسات العليا في قسم الإعلام بمعهد العالمين للدراسات العليا، وقدمت الاتفاقية تسهيلات لكلا الطرفين بحيث تقدم الأكاديمية تسهيلات مالية وإدارية لخريجي المعهد في قسم القانون، ويقدم المعهد بالمقابل تسهيلات مالية وإدارية للطلبة المسجلين في المعهد من خلال أكاديمية الشرقية للتدريب الإعلامي. وتطمح أكاديمية الشرقية للإعلام إلى فتح أواصر التعاون المشترك لتقديم كل مميز في مجال الإعلام العالمي مع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة كافة في داخل العراق وخارجه. من النجف منير جمالي، الشرقية نيوز. منح سعد البزاز عائلة أبو يوسف من مدينة الموصل مبلغ 10 ملايين دينار عراقي لإعانته على إعالة عائلته المتكونة من 7 أفراد، وذلك ضمن برنامج على نيتكم ترزقون. كما ومنحت الشرقية عائلة أبو يوسف التي تسكن في بيت تجاوز، منحتها دراجة ستوت لإعانة رب الأسرة في عمله اليومي. ما بها مكان معزول إلها. حبيبتي ما يخالف إن شاء الله كلكم تخلصون دراستكم وتتغير حياتكم كلها، وهاي أول بوادر التغيير.
هسه احنا التغيير الاساسي راح نعطي بابا كام فلوس ملايين. اول بوكس بسم الله تبارك الله. هاي شنو قد الفلوس؟ ما شاء الله حلم والله حلم. الف مبروك الف مبروك. يلا والثاني الثانية هاي هم ماتين. والله قدرت مالك على الخير. الله يستر عليكم وعلى استاذ سعد المجاز. والله يطول عمركم. ما صلي يدعون ان شاء الله سعد المجاز. يا رب الله يوفقكم. الله يقدر على فعل الخير. الله يستر عليكم. هذه طبعا كلش هاي مو جديده علي. انتم جدا تستحقون جدا جدا تستحقون. عيش الحياه وبدي صفحه جديده. عيش الحياه هي قصة سعيدة. عيش الحياة السعادة شجاعة. الفرحة هي قناعة والفرج على ساعة. عيش الحياة مشكور مفتوح من استاذ سعد البجاج. الله يوفقكم. وهذا يعني شيء مو جديد عليه مو جديد عليه. خلاص هو ابو الفقراء هو ابو المحتاج هو ابو الكل هو ابونا. هذه امنيتي وحققها امنيتي ان شاء الله. يدكم ما يروح الغير. بارك الله فيكم. مبروك لهذه العائلات المتعففة ونرجو أن تكون فاتحة خير في المستقبل القريب لهم. حصادنا انتهى. أنا وألاء نشكركم. شكرا لك سعيد. أشكركم لمتابعة حصاد هذه الليلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.